السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبري والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملا بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آيتين من كتاب الله تعالى ونتدبر ما فيهما. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: أي ذكورهم وإناثهم. بعضهم أولياء بعض أي في الموالاة والمحبة والنصرة. والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة، والمنكر على النقيض من المعروف من العقائد الفاسدة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة. قوله تعالى: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أي ملازمون لطاعة الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أي يشملهم الله جل وعلا برحمته وإحسانه، إن الله عزيز حكيم، أي قوي قاهر غالب سبحانه، له الحكمة البالغة في أقواله وأفعاله وفي تقاديره سبحانه. قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار. هذه الجنات وعد الله جل وعلا بها عباده المؤمنين، وهي الجنات البساتين الجامعة للأشجار، وهي جامعة لكل فرح ونعيم، ليس فيها ترح وليس فيه أذى، تجري من تحت قصورها وأشجارها هذه الأنهار، أنهار من لبن ومن عسل ومن خمر ومن ماء، تجري من تحت هذه القصور والأشجار وتروي هذه الأشجار، خالدين فيها، أي خلود أبدي سرمدي لا نهاية له. ومساكن طيبة، أي من هذه المساكن الطيبة الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدت وزينت لعباد الله المؤمنين، كما في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم بما يروي عن ربي عز وجل أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أريد الله جل وعلا ورؤية المؤمنين لربهم جل وعلا أعظم نعيم، بل إن نعيمهم في الجنة لم يطب إلا برؤية ربهم سبحانه، ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا منهم. أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد الآيتين الكريمتين أولا أن المؤمنين متعاضدون ومتناصرون، كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في تعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ثانيا من الفوائد أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك عده بعض أهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثالثا، أهمية أو عظم شأن الصلاة والزكاة، وهما قرينتان في كتاب الله تعالى. في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. رابعا، أن طاعة الله ورسوله سبب للفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. خامسا، من الفوائد الآيتين الكريمتين أن هذه المساكن طيبة البناء، حسنة طيبة البناء، حسنة القرار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. جاء في الحديث الأخرى أن هذا الرداء أو يكشف الحجاب وينظرون إلى ربهم عز وجل. وجاء كذلك في الصحيحين، جاء كذلك في سنن ابن ماجه من حديث معاذ بن جبل وأصله في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وروى كذلك الإمام أحمد مسنده من حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجنة 100 درجة، كل درجة منها مسيرة 100 عام. وهذه الجنات المؤمنون يخلدون فيها، وأعظم نعيم لهم هو خلودهم في هذه الجنة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا؟ لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. سادسا، أن رضا الله جل وعلا عن المؤمنين في الجنة وخلودهم فيها هو الفوز العظيم، لا ما يعده الناس فوزا من حظوظ الدنيا، فإن هذا الفوز الذي في الدنيا سرعان ما يذهب. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس أن خاله حرام بن ملحان لما أصيب في بئر معونة طعنه أحد الكفار بالرمح فأنفذه من خلفه، فنضح الدم على وجهه ورأسه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، لأنه نال درجة الشهداء. وجاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: لما قتل إخواننا في بئر معونة أنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: أن بلغوا عنا إخواننا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.